Good morning, gentlemen. Today I will lecture about summary analysis of chapter 18 and 19. In this chapter, lecture for second year student in College of Arts, this chapter from Pride and Prejudice by Jane Austen. هذه المحاضرة هي عن ملخص وتحليل يعني الشابتر من 18 إلى 19. أو أيضا طلابنا هذه يعني محاضرات هي محاضرات مهمة لطلبة المرحلة الثانية لفهم رواية كبرياء وهوى. ويكهام does not attend the ball. طبعا ويكهام ما حضر الحفلة. Mr. Danny and Elizabeth and Lydia Darcy's presence keep Wickham away from Netherfield. هنا في الحفلة اللي صارت حفلة الراقصة اللي صارت بسبب وجود دارسي وكان ما ظهر بالحفلة. إليزابيث كانت غير سعيدة to dance with Collins أن ترقص مع كولنز. She mentions Wickham. دارسي avoid that. طبعا طلابنا طبعا هنا هي وجدت نفسها ترقص لأول مرة مع دارسي وهذا شيء مهم. هنا إليزابيث encounters Miss Bingley. وهنا أخبرتها Miss Bingley do not trust Wickham and لا تثق بويكهام. She ignored the warning. يعني جاءت هذا إليزابيث هذا التحذير وراح نشوف أنه هذا شيء خاطئ. Jane asked Bingley about Wickham. Bingley thought there's let's say misunderstanding between him and Darcy. Mr. Collins حاول يعني يقدم نفسه to Mr. Darcy وهذا كان مصدر إحراج طبعا لإليزابيث بسبب تصرفه غير لائق. Mrs. Bennet discussed the union of Bingley's and Jane so loudly. طبعا هنا أيضا هذا مصدر إحراج آخر إليزابيث لأن أمها كانت ثرثارة وتصرخ يعني وتصرخ وتناقش جين يعني كأنما جين فعلا مخطوبة بينجلي. إليزابيث طلابنا criticize her انتقدت هذا الشيء. داسي كان يستمع داسي is listening. Miss Bennet ignores إليزابيث جعلت إليزابيث واستمرت بهذا الشيء. وأيضا من زاد الطين بل لأنه ماري بيفورم a terrible song وهذا أيضا كان مصدر إحراج لعائلة للبنات الكبريات اللي هم جين وإليزابيث. إليزابيث feel the family embarrass herself يعني إنه هاي العائلة أحرجتها وأحرجت يعني أنفسها كعائلة. نانا chapters 19 20 21. Mr. Collins proposed to Elizabeth. قدم Mr. Collins طلب إيد إليزابيث للزواج. She turns him down. رفضته بطريقة قوية. Mrs. Bennet كانت غاضبة. She thought that she will not see her anymore, talk with her anymore. If she does not marry Mr. Collins. يعني إذا ما زوجته بعد ما تحكي ولا أشوفها ولا. ولكن سيد بنت كان إلى موقف مختلف. If she were Mary Collins, he refused to see her again. قال إذا أشوف زوجتي بعد لا تشوفيني ولا أشوفك. أنا ما أرضى بهذا التزوجين هذا. فهنا طلابنا إليزابيث encounter Wickham in Merton. قابلت Wickham Merton. Introduce him to her parents وقدمته إلى يعني آبائها. الرسالة وصلت طبعا from Jane إلى Jane من Miss Bingley. تاها بينجلي plans to marry Darcy's sister Georgiana. نو بينجلي يخطط للزواج من جورجيانا أخت دارسي. إليزابيث confirmed جين. إليزابيث طمن جين إنه هذه العوبة من العيب الأفعى مس بينجلي. في chapter 22-23 طلابنا Mr. Collins has a proposal to Charlotte لكن هذه المرة سيد كولنز عرف أنه قيمة نفسه وقد تقدم إلى تشارلت لوكس امرأة قريب يعني في قريب وصول مرحلة الأنوثة وليس لديها حظوظ بالزواج لذلك هي صديقة إليزابيث وقبلت بالزواج. إليزابيث كانت مصدومة من هذا الشيء ولكن تشارلت تولدها تنادي دجمي لا تحكمين علي لأنه هي متقدمة من العمر ما عندها فرص الزواج.
سيد بيت كان غاضب لهذا الشيء لأنه الأموال معناها راح تذهب إلى تشارلوت لوكس. Now word from Bingley Jane marriage prospect too began to appear limited. وأيضا زواج جيم من بينجلي أصبح يعني محدود، كأنما ما راح يصير، يعني ما له حدوث بالواقع قريبا. في تحليل هذه الشابترات من 18 إلى 23 طلابنا، إليزابيث بريجيدس وأيضا يعني من الأفكار الموجودة، طبعا تحامل إليزابيث يقودها لأفكار خاطئة بالقصة، وبعدين تتحسن يعني تتصحح في النهاية. Miss Bingley is a spiteful, treacherous figure. هي يعني شخص غير ودود وأيضا حقود، أيضا خائن دائما يخطط في خفاء مثل يفعى. She assumes we come to tell the truth. هنا عدنا نشوف أنه من خلال أنه إليزابيث تعتقد أنه ويكهام يخبر الحقيقة، راح يكون شيء حاسم في هروب ويكهام مع ليديا، يعني عندما نتقدم بدراسة القصة. أيضا من الأشياء اللي تنتقدها جين أوستن هي كولنز سنوبري، تكبر أو تعجرف كولنز. هذا التعجرف لأنه عنده connection to Lady Catherine joined him to lofty place in society. هو بسبب ارتباطه بليدي كاثر يعني صعد من مكانته في المجتمع. Austin tend to describe يعني دائما تصف الزواج يعني عرض الزواج meet with rejection. Rejection have so many comic and dramatic possibilities. يعني دائما واحد بينقدم الزواج وينرفض، يعني نقول بعامياك البوري، فهنا هذا الشيء يصير شوية كوميدي، فهي دائما توصفه بأدق التفاصيل. Mr. Collins' lengthy speech make him completely ridiculous. وأيضا خطاب سيد كولنز جعل طلابنا سخيف، أكثر سخافة، وهذا self absorption blinds him. وهذا يعني طلابنا غرور أو عزة بالنفس أعماه عن الحقيقة. ولكن انه زواج مستر كولنز من شارلوت طلعنا يعطينا صورة عن واقع المرأة في تلك الفترة. وهنا أوستن critic of male dominated society تنتقد المجتمع المسيطر عليه الذكور. That leaves unmarried woman without a future. لأي في امرأة يعني شارلوت الزوجة مستر كولنز لان تخاف انه ابوهم هيموتون ما يبقى عندها معين، وهنا تضطر يعني انه يعني ترمى بالشارع يعني. فهنا انتقدت هذا الشيء انه woman without a future، اذا يكون ما لها مستقبل اذا ما تتزوج. Elizabeth is an idealist. يعني Elizabeth هي امرأة تدور دائما عن المثالية والرومانسية بالعلاقاتها، خاصة بما يتعلق بالزواج. وبينما شارلوت يعني رفضت كولنز هذا الشيء، بينما شارلوت أكثر براغماتية، أكثر واقعية، براغماتية شخصية واقعية، نشوف أنه هي تقول لك أنا ما عندي مستقبل، لذلك avoid society scorn، تحاول تتجنب يعني المجتمع من خلال الزواج وضمان مستقبله. At this point in the story في هذه النقطة من القصة، the band girls are losing out the respective pursuit of their husbands. نشوف انهم في هذه النقطة من القصة انه بنات عائلة بنت يفقدن يعني فرصهم بالزواج، بينما شارلوت كانت يعني اكثر حكمة. تخبر إليزابيث I'm not romantic you know. I ask only comfortable home. قالت يعني مش شخصية رومانسية مثلك، فقط ابحث عن منزل مريح. Miss Bingley يعني تخبر جين to low. قالت انت too low to marry her brother. قالت انت من طبقة متدنية جدا حتى تتزوجين اخويا. Darcy blamed temporary for the separation of Bingley and Jane. ولكن لاحقا نحن نلاحظ انه
مو بس مس بينجلي هي كان لها دور الفراق ما بين بينجلي وجين، وإنما أيضا دارسي. I hope you enjoyed this lecture. See you in the upcoming videos.